أغلب مستلزمات المواطن الأساسية هي من صناعة أجنبية تستورد عند الحاجة للاستهلاك. المستلزمات الدراسية كافة التي يستخدمها الطلاب هي من خارج العراق أيضاً. أكثر من 80% منها من الصين التي تعاني مؤخراً أزمة انتشار مرض وبائي خطير، والذي يترتب على إثره احتمالية كبيرة في قطع استيراد هذه المستلزمات، مما قد يسبب نوعاً من الإرباك لدى الطلبة في الفترة المقبلة. احنا عندنا هاي فد نقطة كلش مهمة، يعني احنا اعتمادنا على الصين بالدرجة الأولى، استيرادنا أغلبه بالقرطاسية ما لا يقل عن 90% هي من الصين، وهذا هي بادرة مو صحيحة. ليش؟ لأن احتمال أنه يصير خلافات سياسية، خلافات اقتصادية. الآن جطرت لنا مرض الكورونا، يعني هذا المرض هسه الآن ماكو استيراد من الصين، لحد شح عندنا البضاعة رح يزيد. بدأت الآن احنا بعض الشغلات تظاهر عليها انه زيادة بالاسعار. ليش؟ يعني ما موجودة هاي البضاعة، احتمال بعد اسبوع شهر شهرين يجوز سنة ما راح تجينا بضاعة. فالمفروض احنا عندنا بديل، تجارنا لازم يفكرون ودولتنا لازم تفكر وسياسينا لازم يفكرون. احنا بلد العراق معروف بانتاجه، ليش احنا ما عندنا انتاج؟ لو كانت المعامل العراقية تعمل بشكل جيد أو لو دعم الموجود منها لما كان الحال كما هو عليه الآن، فمن جانب يغطي الاحتياجات الأساسية لطلبة العلم في البلاد، وأيضا لما تأثر السوق العراقي بأي ظرف يطرأ على البلدان التي يستورد منها، أي يكون استيراد القرطاسية من خارج البلاد تكميلي للصناعات المحلية وليس أساسيا. هسه حاليا معمل التاجي بدأ ينتج بعض الأشياء من الورق الدفاتر، لو دعم معمل التاجي ومعمل العمارة لإنتاج الورق والكارتون، إضافة إلى أنه معمل آخر كان ينتج أقلام الرصاص والقرطاسية والدفاتر، فكل هذا الدعم لو الدولة استلمته وعادت بناء المعامل اللي كانت تنتج هذه المواد القرطاسية، أعتقد تسد جزء من حاجة السوق المحلي. على الرغم من أن الموسم الدراسي انتهى نصفه الأول، إلا أن هذا لا يعني تكامل سوق القرطاسية في شارع المتنبي وسوق السراي، فلو استمر وباء كورونا في الصين وانقطعت القرطاسية المستوردة منها، سيكون السوق في وضع محرج، خصوصا وأن الصناعات المحلية لا تلاقي الدعم الكافي. اعتماد الطالب على القرطاسية المستوردة في موسمه الدراسي سبب نوعا من الإرباك، خصوصا وأن أغلب هذه القرطاسية تستورد من الصين التي تعاني هي الأخرى أزمة اقتصادية بسبب انتشار مرض كورونا الخطير. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.